الشباب، شباب الساحات، هم خارج المعادلات وخارج سقوف المعادلات التي حكمت الوضع السياسي في العراق من بعد 2003، وبالتالي هم غير محكومين وغير مرتهنين للسياقات والصفقات والمعادلات التي تحكم الأحزاب والسياسيين. ألفت من هذا كلامك الكتب. بأنه يعني القوى السياسية محكومة بأجندات معينة. لا، بعيدا عن الاجندات ونظريه المؤامره، طبعا موجوده هذه وبقوه، لكن اتحدث عن السقف. ليش ماكو جراء لتشخيص؟ لا، هو الكتل السياسيه عندما تنخرط في عمليه سياسيه محكومه بقواعد لعبه، قواعد اللعبه تحكمها قوانين تم تشريعها، الكل تحدث عن ثغراتها، عن سلبياتها، عن أضرارها الكبيرة على المجتمع العراقي، على الاقتصاد، على وضع الدولة، على بنية الدولة. أنا أجي على المفردة اللي تحدثت فيها بعد إذنك أستاذ، يعني خلينا نجي المفردة